لا 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 صورها أنا. مواقع استراتيجية جديدة في صعدة وحجة تحت سيطرة الجيش اليمني بدعم التحالف. أبرز تلك المواقع استغلتها الميليشيات لتخزين الأسلحة وتموين عناصرها على الجبهات، مثل سلسلة جبال أضيق ووادي آل بوجبارة في صعدة. من ضمن العملية العسكرية الواسعة التي حققناها تحرير جبل أضيق بشكل كامل من قبل أبطال لواء التوحيد وبقيادة العميد محمد حربان الوادعي، ونحن وجزء كبير من محجوبة، من قبل محجوبة. وفي حجة استعاد الجيش اليمني عزلة بني حسن في مديرية عبس بعد أن كانت الميليشيات الحوثية تستخدم أهالي القرية كدروع بشرية. الآن بالنسبة للحوثيين والحوافيش لا يملكون إلا زراعة الألغام فقط، أما المواجهات فمواجهتهم ضعيفة جدا، وهم الآن خسروا خسائر كبيرة في الأرواح والسيارات والمعدات حقهم. أربعة انتصارات حققها الجيش اليمني في يوم واحد بين حجة وصعدة والحديدة والجوف، والمعارك مستمرة في المحافظات الأخرى. هاني صفيان، العربية، محافظة صعدة. ويبقى معنا من محافظة